تقوم شركة أرض السدو حالياً بتنفيذ مشروع مول العامرية، وهو سوق عصري متعدد الطوابق يقع في العامرية شارع العمل الشعبي. يتكون المشروع من طابق السرداب الذي سيستخدم كموقف للسيارات، إضافة إلى 5 طوابق أخرى متعددة الفعاليات. الطابق الأرضي والطابق الأول والطابق الثاني سيكون محلات تجارية وبمساحات مختلفة. الطابق الثالث مخصص للألعاب الأطفال والمطاعم. أما الطابق الأخير فيشمل صالات السينما والكافيهات الموجودة في أعلى المبنى. يتميز هذا المشروع أولاً بموقعه الجغرافي، حيث سيكون محل جذب للمناطق المجاورة للعامرية، إضافة لأنه سيضيف إلى العامرية مركز تجاري حديث، وبالتالي سيسهم في تطوير هذه المنطقة والمناطق المجاورة إليها. ميزة هذا المشروع أنه أولاً راح تكون الكهرباء 24 ساعة ما تطفى نهائياً، تبريد مركزي موجود في كافة الطوابق وفي كافة المحلات. هذا المشروع بالإضافة لكونه سوق تجاري فسيساهم في توفير فرص عمل متعددة للكثير من الكوادر، سواء في فترة الإنشاء حالياً يشتغل بعدد لا بأس به من العراقيين، إضافة لأنه بعد الافتتاح المؤمل في نهاية هذا العام سيكون أكيد هناك كوادر في مختلف فعاليات الموقع. سيوفر المشروع بما لا يقل عن 300 فرصة عمل ب 130 محل تجاري، إضافة إلى فعاليات الأخرى. المساحة البنائية للمشروع الكلية تقدر بأكثر من 60,000 متر مربع موزع على كافة الطوابق، فضلاً على أنه وجود باركات خارجية كثيرة في إطار الموقع، بما سيساهم مستقبلاً في أنه الزبون ما راح يلقى فت عائق في إيقاف سيارته والدخول إلى الموقع.